قبل ما نتكلم عن اللي جاي بطبيعه الحال لازم نقف شويه عند اللي فات، واللي صحيح. فات من وجهه نظر ناس كتير تابعوا الماتش، وانا بكلمك على الماتش امبارح تحديدا، ما يصورش. كيف رايت مباراه الامس؟ طيب هو لو هنتكلم على اللقاء واحداثه وسيره اللي فيه كذا نقطه لازم ايه نحطها بعين الاعتبار. اولا جو الماتش نفسه فيه مشكله، فكره ان انت داخل بيصدر لك ان انت هتلعب الساعه 3، ودي كانت مشكله كبيره جدا. اللاعب المصري في افريقيا عموما اللي هو يلعب الساعه 3 في اجواء افريقيا بتبقى ازمه نفسيه مش بدنيه ولا اي حاجه تانية، زائد طبعا موضوع الطقس الاكسجين يبقى قليل جدا. لازم الموضوع ده مش بسيط ولا سهل. فكرة الأكسجين في جنوب أفريقيا بيبقى في أزمة كبيرة جدا بتأثر اللاعب المصري في فكرة اللياقة وأدائه. في ناس بتقتنع بجدوى الكلام ده، وفي ناس تانية بتقول يا عم عشان أنتوا ما حققتوش المطلوب فبتدوروا على شماعات. لا، ما فيش شماعات، الماتش لسه في شوط تاني. احنا ما بنقولش شماعات، احنا بنقول ليه اسباب، في عوامل ادت لده. زي طبعا التحكيم برضو ما كانش جيد، انا مش عارف مين الحكم ده، انا شايف هو جاي مجامله لكوفي كوجا. شايف كمان ان الاهلي اتظلم. ليه موضوع الفار ده في مشكله مع الاهلي بالذات؟ بدليل ان مستر كولر هو علق على الموضوع ده امبارح في المؤتمر الصحفي بعد المباراه. الراجل قال لك ليه اشمعنى الاهلي دايما بيتظلم في موضوع الفار ده. زي طبعا في عامل نفسي كبير جدا، لعبت الاهلي مع سان داونز او الموضوع كبر بشكل انا مش فاهم ليه. انا بالعكس، انا شايف ان انا لما بلعب سان داونز انا ببقى متفائل كناقد رياضي او مشجع، ببقى متفائل جدا. انا لما بلعب سان داونز بخسر بكسب، انا باخد البطوله بعديه، فخلاص يعني انا الموضوع بالنسبه لي. بس ماتش 5-2 واقف بالعرض الزور و5-1 و5 اي خمسه مش هتفرق معايا دلوقتي، انا بتكلم في البطوله. في النهايه ده مش كانش ماتش اقصائي ليا، ده الماتش اللي فات كان في دوري المجموعات لسه. خلاص انا عديت المرحله دي وقدرت اخد البطوله. هو بره، هم نفسهم يعني طلعوا بعد صعود الاهلي او احراز اللقب، قال لك احنا اللي عملنا في نفسنا كده، اللي احنا ما طلعش الاهلي بره. بغض النظر عن فكره اطلع الاهلي بره البطوله كانت ازاي، بس انا بالنسبه لي هم انا الحلم بتاعهم. انا دايما انا الاهلي هو الحلم بتاع سان داونز بمسؤوليه كلهم، ان هو ازاي يكسوا الاهلي او ازاي يكسبوا الاهلي اللي هو البطل. خلينا نتفق اتفاق تاني برضو او اكمل العوامل، ان صن داونز فرقه قويه جدا جدا جدا، من افضل الفرق وليس الافضل، من افضل الفرق في افريقيا اللي بتلعب كوره او بتعرف تطلع بالكوره من جونها لغايه مرمى الخصم وتبتدي تلعب لعب محترم. فيعني في النهايه انا بقول ان في عوامل. اجي بقى انا ارجع للعامل الاساسي، ان في عدم توفيق لبعض لاعبي الاهلي. كان يعني في سير احداث اللقاء مش دي مستويات لعيبه الاهلي، يعني في اول 10 دقايق احنا لعبنا كويس جدا او بالشكل المطلوب او كان يعملوا مستر كورر. رضا سليم عامل كذا كوره، كنا ماسكين تلت الهجوم بشكل او باخر في اول 10 دقايق، بعد كده في تراجع غريب حصل وسيبنا الكوره بشكل غريب، واكيد كان مش ده كان طلبه مستر كولر. هو الراجل كان يامل ان يبقى في تحفظ دفاعي. بلعب بحذر، يمكن دي المباراة الوحيدة اللي أنا كنت متخيل ومتأكد إن الأهلي هيبقى شكله مش اللي أنا أتمناه هجوميا، بس مش بالشكل ده. الراجل برضو كان حتى غضبان جدا على الخط، وكان دايما بيعنف اللعيبة إن في حاجة ناقصة ما بيعملوهاش. يعني إيه الفكرة؟ أنا طبعا أنا متحفظ وبلعب بخطة معينة، إن أنا بحاول أشوف. بص، خلينا نتفق إن صن داونز عنده مشكلة كبيرة جدا، إن هي بين الخطوط. يعني انا لما احب اكسب صن داونز انا العبه بين الخطوط. ماشي، هما متميزين جدا فكره الطلوع بالكوره. يعني انا كاهلي اقوى منهم في كذا حاجه، ممكن اتكلم في خبرات، عامل الخبرات، عندي مهارات فرديه قويه جدا جدا جدا. انا امبارح لو كنا يعني وفي حد جنب رضا سليم كان كنا نقدر نوصل، لان الراجل جاب فاولين في منطقه خطر، ما فيش يعني لو في هيدرز كويس وفي هجمه كويسه كانت مهمه جدا لمحمد منعم، لو كان اعتنى بيها او ما تخيلش ان هو اوفسايد. انا اعتقد ان هو كان متخيل هو نفسه اوفسايد، ما اهتمش بيها بالشكل اللازم، كان ممكن الماتش يتغير نتيجته. في الاخر ارجع اقول لك ان احنا الماتش في المتناول. طيب ليه في المتناول بقى؟ كل الناس بتتكلم والاعلام بيصدر فكره ان صن داونز بره ارضه افضل من جوه ارضه. هقول لك صح، هقول لك انا مقتنع جدا ان هو بيلعب بره زي جوه،
لكن انا كان عندي مشكله كبيره جدا ان انا جوه ارضي اقوى من بره ارضي، لان انا بلعب صن داونز بعامل نفسي معين او بفكره نفس او بصوره ذهنيه معينه. لكن انا هنا في وسط جماهيري الوضع هيختلف جدا، واضرب في اثنين وثلاثه مستوى الاهلي ده ولاعيبه الاهلي هيبقى مختلف جدا في اللقاء الاياب يوم الاربعاء ان شاء الله.